هنا من أبها لمصلحة العدالة نشاهد ونتابع أندريا مصطفى زغبة. أندريا جول زكريا واحد من الأسماء المعروفة، لكن كابوس أندريا مع انطلاقة ومع السرعة ما يضيع. هذا المهاجم ما يضيع. يا النقاط في دوري الدرجة الثانية في المركز السابع. جول هدف اول للعيسى، لكن الكره لا زالت في ارضيه الملعب. حسين العيسى تحصل على الكره ونقله وبر. الله جول عادل المقبول، مقطوعه نقله أندريا، ممكن الله تخلص من امام علي النفيلي الى أندريا، ممكن جول أندريا. سيسي أندريا داخل منطقة الجزاء، أندريا جول سابع. جول اليمنى لمصلحة يونس سي الى عبد العزيز، عرضية خطيرة، أندريا يدور اذا دار خطير. قايل لك هذا خطير. الكرة ملعوبة سريعة هنا من جديد لمصلحة العدالة، خطيرة ملعوبة أندريا. هدف هنا يكون بجانب اسكندر ناظري، كرة مرسولة بالراس، حاول يتقدم ويرسل كرة لمجرشي، الكرة لا زالت خطيرة 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 خطيرة. هي جول هي جول هي جول هي جول هي جول. كارلوس أندريا مقدمة في الوصول للشباك. هنا خطأ وكرة لدى أندريا، فرصة للثاني أندريا وجاء بهدفين. الكرة لدى ودام أندريا أندريا أندريا. أوهو عندك أبها سبع نقاط ويكون عندك العدالة سبع نقاط، هذا صيد ثمين. هذه اللعبة للأمام عالي براس جول، صيد ثمين سجل العدالة للسماك. الأندية اتمنى دائما ان شاء الله نشوف عندنا منشآت وعندنا بنية تحتية مميزة، لكن الآن الله. وامام رحماني أندريا الثالثة ولا لا؟ الثالثة، نعم الهدف الثالث الهدف الثالث. semble le sentir ce coup franc. ce sera bien pour lui. Andrea, c'est bien travaillé. Réussite en plus de Nicolas Dupuis depuis qu'ils ont marqué. Bon, ça c'est. Et il va conclure. Andrea. في الملعب منهم من يؤازر ومنهم من يتفرج ومنهم من ينتظر الهدف ومنهم من ينتظر. الآن في محاولة خطرة. الله. يمشي كرة في وسط الملعب، ملعوبة لأمي يوسف، نقلة أمامية سريعة للتعديل، فرصة في المرمى، جول للعدالة، يروح رابع، فرصة الثاني قد يحضر للعدالة، هل يعدل؟ أوه ثاني، أندريا أندريا أندريا، الكبير وفرصة لأندريا وانطلاقة وثالث. ارحموا عزيزكم دل الله عليه أندريا. هذا اللاعب مع يوسف الفزاعي، اللاعب الذي يحاول التسديد. يوسف الأقرب بالتسديد على الاستاجيلا. ننظر أين يقف الحارس استاجيلا، والتسديد والهدف. نعم يا
التعادل السلبي هل يكون هو العنوان؟ لا 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 ما هو عنوان، هذا غزالهم الأسمراني. أطلق لهذه الكرة، نشاهد العرضية والمرور، ممتاز هذه الكرة والعرضية، من يقابل هذه الكرة؟ الآن الجبلين والشعلة، ونشاهد هنا الخطأ. تشارلز أندريا يلعبها، الله عليه العدالة، محاول المرور وجهة اليسرى خطيرة العدلوية، يحاول لعب كرة عرضية، محاولة تشارلز، الله تشارلز، الله تشارلز، الله. هل نشاهد هدف يعيدهم للوصول إلى القمة من جديد؟ كارلوس السلام، كارلوس ماريا، الله أندريا تراني. الفريق تعود الكرة سريعة على الجهة اليمنى، يا السلام على الدوران، الله على المرور، أمامية، الله على دورانك.